السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة المجلة الثقافية. في هذا الفيديو سنتحدث عن طريقة للوصول المختصر لأدوات برنامج الإكسل. الآن عندنا هذا جدول يحتوي على عملية الرقم التسلسلي ثم الاسم والمبلغ. الآن لو أردنا أن نقوم بمسح تنسيقات هذا الجدول، نقوم بتظليل الجدول بهذا الشكل، ثم نقوم بالذهاب إلى علامة تبويب الصفحة الرئيسية ونذهب إلى مجموعة التحرير ونختار مسح، ثم نختار مسح التنسيقات، فيتم مسح جميع التنسيقات الموجودة بهذا الجدول. الآن لو أردنا أن نصل إلى هذه الأداة بطريقة أسرع، خاصة إذا كنت تستعمل هذه الأداة وأي أداة أخرى بطريقة مستمرة، تستطيع ذلك من خلال الذهاب إلى نفس المكان مسح التنسيقات، ثم تقوم بالضغط بالزر الأيمن للماوس وتختار إضافة إلى شريط أدوات الوصول السريع. تلاحظ أن هذه الأداة قد تم إضافتها في الأعلى في شريط أدوات الوصول السريع. الآن لو ضغطنا عليها يتم تطبيق الأداة. الآن لو ضغطنا على Alt تلاحظ أن الأدوات المضافة في شريط أدوات الوصول السريع قد تم ترقيمها بهذه الأرقام. الآن لو ضغطنا على رقم 5 تلاحظ مباشرة أنه تم تطبيق هذه الأداة. مرة أخرى لو ضغطنا على Alt ثم ننظر إلى الأداة رقمها 5، نقوم بالضغط على 5 فيتم تطبيق الأداة. أيضا لو ذهبنا مثلا إلى هذه الأداة، أداة كافة الحدود، ضغطنا بالزر الأيمن للماوس واخترنا إضافة إلى شريط أدوات الوصول السريع، يتم إضافتها بالأعلى. الآن ضغطنا على Alt ثم ضغطنا على 6 يتم تطبيق هذه الأداة. مثال أخير، مثلا لو ضغطنا في هذا المكان وذهبنا إلى علامة تبويب الصفحة الرئيسية ومجموعة التحرير، ذهبنا إلى فرز وتصفية ثم اخترنا تصفية، يتم إضافة أداة التصفية. لو قمنا بالذهاب إلى هذا المكان والضغط بزر الأيمن للماوس واختيار إضافة إلى شريط أدوات الوصول السريع، يتم إضافتها في هذا المكان. لو ضغطنا على Alt تلاحظ أن رقمها 7، لو ضغطنا على رقم 7 يتم تفعيل الأداة. ما يساهم في زيادة سرعتك في التعامل مع برنامج الإكسل. أشكر لكم حسن استماعكم وأرجو أن تكونوا قد استفدتم من هذا الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.